تحالف القوى الدولة الوطنية طرحنا مبادرة نعتبر من هذه المبادرة هي بمثابة إنقاذ المأزق السياسي الحالي، وهي تهدف إلى إعادة الثقة بالعملية السياسية من خلال تشكيل معادلة حكم كفوءة ومتزنة ومطمئنة لجميع الأطراف لقيادة مرحلة انتقالية يتم الاتفاق عليها. كما أن معادلة الحكم يجب أن تكون تخادمية وليست إقصائية، فإذا كانت كذلك لن يكتب لها النجاح، وبالتالي ستقود إلى نظام سياسي برمته في طريقه إلى المجهول. كما أن تحالف القوى الدولة الوطنية لن يكون معها. نلخص هذه المبادرة بأنها شرحت الوضع السياسي الحالي، وأن هذا الوضع فيه كثير من المعطيات التي أوصلتنا إلى هذه المرحلة، منها انخفاضات العملية الانتخابية، منها انسحاب على القوى السياسية، منها الانغلاق السياسي الحاصل، بالتالي أدى بنا إلى وضع سياسي أشبه بالمربك والمعقد وغير الواضح ونهاياته مفتوحة. إذا استمر على هذا الحال ممكن أن يؤدي إلى سيناريوهات غير تقليدية، إضافة إلى وجود شرح لما ستؤول إليه المرحلة القادمة بأن يجب أن تكون هناك معادلة حكم تؤدي إلى شرعية العملية السياسية، لأن أي حكومة سوف تجب تشكيلها وفق المعطيات الحالية التي تم ذكرها سيؤدي إلى انهيارها بمقابل أي أزمة ممكن أن تواجهها. لذلك اليوم شرحت التحديات، شرحت الواقع السياسي، وشرحت مواصفات ومعايير شخصية رئيس الوزراء، كيف يمكن أن يكون هذه الشخصية ستقود المرحلة القادمة وهي المرحلة الانتقالية بعقد انتخابات جديد وكذلك بمفوضية جديدة. هذه الشخصية يجب أن تتحلى بمعايير معينة تتمثل بالتحصيل المهني والسياسي وكذلك حتى العلمي، إضافة إلى يجب أن يكون شخصية كفؤة ونزيهة ومقتدرة، لديه تجربة بالعملية السياسية وكذلك لديه مقبولة من قبل الأطراف الداخلية وحتى الأطراف الخارجية، موثوق من قبل الأطراف الداخلية، ورجل دولة سياسي. كل هذه المواصفات إذا توفرت نستطيع أن نقود المرحلة القادمة بنجاح. هذه هو أبرز ما تضمنته في مبادرة تحالف قوى الدولة الوطنية. على خلاف ذلك، إذا لم تكن هذه الشخصية محل قبول رحب من قبل الأطراف الأخرى وحتى الأقليمية والدولية والداخلية، إذا لم يكن هناك تأسيس حقيقي لشرعية معادلة الحكم القادمة، فبالتالي أعتقد سيكون هناك عدم مشاركة تحالف قوى الدولة الوطنية بمرحلة القادمة.